لسه مكملين معاكم فقراتنا وشفنا مع بعض دلوقتي بوبس، حاولنا نعرف فيه رأي الشارع المصري. والسؤال المطروح كان هل يمكن الاستغناء عن المعونة الأمريكية ولا لا؟ أعتقد السؤال ده ممكن يكون شاغل بال الكثيرين في مصر، وأكيد هنتكلم عليه بشكل خاص جدا. في أحداث كتيرة ومتلاحقة بتمر بيها مصر كل يوم، كل يوم في أحداث جديدة، كل يوم في تساؤلات جديدة، لكن للأسف قائمين على الدولة مش بيقدموا لنا معلومات مؤكدة، بالتالي بنبتدي نخمن ونبتدي نتساءل وبنبتدي نحاول نحلل كل اللي بيحصل من غير معلومات، وبتظهر بقى نظرية المؤامرة والطرف الثالث والإشاعات اللي بتنتشر بشكل كبير، نظرية التخوين والتخمين، حاجات كتيرة كده ابتدت تنتشر للأسف في الشارع المصري بقالها عدة شهور. الإعلام عليه هجوم شديد جدا بصرف النظر عن إيه الجهاز اللي بيقدم المعلومة، هل هي معلومات مؤكدة ولا لأ، هل في حيادية ولا لأ، هل في حرية ولا لأ. بس ناس كتير بقت بتهاجم الإعلام يمكن عشان فعلا ما بيقدمش معلومات مؤكدة. النهاردة نحاول نقدم تحليل كده بشكل مهني للأحداث اللي موجودة في البلد، ومعانا أستاذ أسامة سلامة رئيس تحرير مجلة روزا اليوسف. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، أهلا بحضرتك. أهلا بيك. نبتدي بقى بالبوبس اللي لسه شايفينه دلوقتي عن رأي الناس. في مبادرات كتيرة جدا ومحاولات لجمع المال عشان مصر تقدر تستغنى عن المعونة الأمريكية. هل مصر ممكن تستغنى عن المعونة؟ مصر ممكن تستغنى عن المعونة، لأن لازم نقيس إحنا استفدنا قد إيه من المعونة طوال السنين اللي قدمتها أمريكا. الجزء الثاني، كم في المية من المعونة بيعود إلى جيوب الأمريكية مرة أخرى؟ والخبراء بيقدروه في حدود 40% منها أو أكثر بيعود في صورة مكافآت للخبراء والعاملين الأمريكيين في بعض المجالات اللي هي في مصر. نستطيع، لكن ما هو البديل اللي احنا ممكن نقدمه؟ هل البديل اللي بيقدمه الشيخ محمد حسان بديل يصلح أن يستمر ولا لا؟ ممكن يصلح عام، لكن هل يصلح العام اللي بعده؟ الأهم أن احنا لازم خبراء الاقتصاد يقولوا لنا إزاي احنا نزود الإنتاج بحيث نستغنى عن المعونة؟ إزاي احنا كمان نقدر نستغل المجالات اللي مصر فيها تكون متميزة في مجالات التصنيع، في مجالات الاقتصاد، بحيث يبقى هو ده المجال اللي نقدر يعني نستعيد بيه عن المعونة. لكن عندنا الجانب الثاني، المعونة العسكرية. هل احنا برضو نستطيع الاستغناء عن المعونة العسكرية الأمريكية فورا ولا كمان نحتاج إلى وقت؟ هل تغيير العقيدة، عقيدة السلاح المصري أو التكنيك السلاح المصري من السلاح الأمريكي إلى السلاح الصيني مثلا يجوز الآن ولا لا؟ الخبراء العسكريين المفروض يقولوا لنا بشكل واضح يمكن ويمكن لا، علما بان ان المساله كلها مرتبطه بالاراده، الاراده الوطنيه والاراده السياسيه، ولازم يكون في بديل. طب استاذ اسامه، خلينا نتكلم الاول، المعونه اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي هي المعونه العسكريه ولا المعونه اللي ممكن تقدم لمصر عن طريق مثلا سلع استهلاكيه او محاصيل او غيرها؟ لا، هم يقدموها في صوره مشروعات مش في صوره معونات غذائيه. الجزء الثاني، ما دعم مشروع. احنا بنتكلم في اثنين، احنا بنتكلم في الاثنين. صحيح، امريكا قالت ان ما فيش يعني قطع للمعونه العسكريه، وكمان في دلوقتي حاله من حالات يعني التراجع الامريكي في الهجوم على مصر. وفي كمان من مصر اتجاه للتهدئه. يعني انا ظني ان مشكله المعونه مش هي المشكله الاخطر، يعني مشكلة الاتفاقيات اللي كانت مع النظام السابق حوالين مثلا ماذا يدور في المجال الإقليمي، العلاقات المصرية الإسرائيلية، العلاقات المصرية الإيرانية، العلاقات المصرية في محيط الدول العربية، العلاقات المصرية في القرن الأفريقي. ده كله كان مرتبط النظام السابق أيام الرئيس السابق مبارك مع اتفاقيات حتى ولو شفوية مع أمريكا. كان في اتفاق مثلا حوالين التعاون في مقاومة الإرهاب، صحيح. وفيه كلام كتير حوالين ان كانت المخابرات الامريكيه مثلا تلقي القبض على بعض عناصر القاعده لما يكتشفوا ان هم مصريين، كانوا يجوا يبعتوهم هنا مصر عشان يعترفوا. ويقال، وانا يعني هذا كلام يتم ترديده، ولكن ليس هناك كلام مؤكد فيه، انه كان يتم تعذيب بعض الشخصيات المواطنين المصريين اللي هم كانوا في افغانستان لما الامريكان يقبضوا عليهم لانتزاع اعترافات منهم وتسليم الاعترافات للاجهزه الامنيه الامريكيه. هل ده هيستمر ولا مش هيستمر؟ يعني العلاقه هنا مركبه، مش علاقه معونه فقط. يعني
خلينا نبتدي برضو أسأل حضرتك، زي ما سمعنا في البوبس دلوقتي، المعونة العسكرية المفروض بتقدم لمصر هي بند من بنود اتفاقية السلام أو اتفاقية كامب ديفيد. هل أما أمريكا تهدد دلوقتي تحت أي ظرف كان تقول أنا هسحب المعونة العسكرية عن مصر، ده معناه أن هي بتخل بالاتفاقية دي، ولا أن الاتفاقية غير أبدية فبالتالي من حقها في أي وقت أن هي تسحب بعض شروطها؟ مفيش اتفاقية أبدية، وإحنا ممكن نحن برضو يكون لنا دور في إلغائها إذا أخلت الدول الأخرى بالتزاماتها. لكن خلينا نقول حتى المعونة العسكرية، هل كانت تجعل مصر متفوقة عسكريا على إسرائيل ولا لا؟ وبالتالي مهما حصلنا على معونات عسكرية، هل ده بيعطينا قوة وقدرة على أن احنا نكون أكثر قوة عسكرية من العدو ولا لا؟ وبالتالي احنا يجب أن نفكر تفكير آخر بخلاف ما نحصل عليه من المعونات، حتى المعونة العسكرية أو المعونة المادية اللي في صورة مشروعات، يعني تدعيم مشروعات. يعني البعض بيقول لو أمريكا تقدر تخل بأحد البنود ده معناه أن مصر كمان تقدر. تقدر طبعا. بالتالي اتفاقية تقدر. كامب ديفيد هي اتفاقية غير أبدية. وإسرائيل نفسها لو أخلت بالاتفاقية مع مصر لابد أنها تلغيها. يعني مش بس أمريكا، يعني هي الاتفاق الأساسي مصر وإسرائيل، وأمريكا هي الداعمة ليه. وبالتالي لو إسرائيل أخلت، لو إسرائيل دخلت الأراضي المصرية، لو إسرائيل ضربت مصريين، لو إسرائيل هاجمت بعض المناطق المصرية، ما ده كله إخلال بالاتفاقية. حجم المعونة الأمريكية للمؤسسات العسكرية في مصر لحد دلوقتي غير معروف، بالتالي الشارع المصري مش قادر يفهم النسبة دي. يعني لا، معروف. هتعمل له مشكلة ولا لا؟ لا لا، هي حجم المعونة الأمريكية العسكرية محدد وواضح ومعلن، وحجم المعونة الغير عسكرية معلن. لكن ماذا اللي هو المفروض نسأله؟ طوال 30 عام من حكم مبارك في أي شيء استخدمت هذه المعونة؟ يعني كل سنة احنا بيوصلنا كام مليار؟ بيتم توزيعه ازاي؟ بيتم انفاقه ازاي؟ هو ده المهم ان احنا نسأله، كيف تم انفاق هذه المليارات؟ لما نعرف ده نقدر نقول بعد كده احنا ممكن نستفيد من هذه المعونة بشكل جيد ولا لا. هل كانت المعونة مؤثرة لصالح الاقتصاد المصري؟ ده صحيح. يعني حضرتك بتقول حجم المعونة معروف، لكن نسبتها قد ايه، تمثل قد ايه من حجم النفقات العسكرية، هو ده اللي مش معروف، بالتالي صعب ان هو احنا نقول. المعونة كانت تأتي في صورة سلاح، مش تأتي في صورة اموال بالزبط. بس وبالتالي مش بس المعونة العسكرية المهمة. احنا المعونة العسكرية قد تكون مهمة في تطوير سلاح، لكن انا زي ما بقول لحضرتك، الى اي مدى بتجعلك القوة رقم كام في المنطقة؟ ده المهم اللي خبراء العسكريين يقولوا لنا، ان هنا والله المعونة العسكرية دي بتخلينا القوة رقم 2 في المنطقة، القوة رقم 1، القوة رقم 5، القوة رقم 6. وبالتالي حسب هذا التطوير الذي يحدث للسلاح المصري نقدر نقول والله لا، احنا مش عايزين هذه المعونة العسكرية، لا احنا نقدر نحول على السلاح الصيني ولا السلاح اي دول اخرى، يعني من القوى النامية في العالم. فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية 10 مارس، وامبارح كان فيه بيان في الشروط اللي المفروض تكون موجودة في الرئيس يعني اللي ناوي ان هو يترشح للرئاسة. رأي حضرتك ايه في الخطوات اللي احنا ماشيين فيها؟ بس انا يعني قبل فتح، يعني الكلام عن فتح باب الترشيح، لابد ان احنا نتكلم في منطقتين. المنطقة الاولانية هي لابد ان يعلن كل من ينتوي الترشح لرئاسة الجمهورية عن ممتلكاته. اقرار الذمة المالية مش خاص بيه بس، خاص بيه وزوجته وأولاده. وأنا لأن احنا خارجين من فترة فيها فساد كبير جدا، يعني لابد أن يكون ده معلن كمان مش بس للجهات الرقابية، ولا أن أنا بقدمه في أوراق الترشيح ويبقى مخفي عن الناس. لابد أن يعلن على الناس، على المواطن. المواطن يعرف أن الرئيس القادم يمتلك كم مليون جنيه، أو لا يمتلك إلا سوى عدة ألاف من الجنيهات، أو لا يمتلك شيء، عنده فيلا في المنطقة الفلانية، عنده شقة مش عارف، يعني هو وزوجته وأولاده، درءا للشبهات، لأن المنطقة دي أصبحت منطقة حساسة للمواطن المصري، خاصة في حاجتين. الرئيس أنور السادات أول بعد اغتياله مباشرة ظهرت بعض الكلام حوالين إخواته وما حصلوا عليه، سواء كان هذا الكلام حقيقي أو كان الإعلام وقتها يعني بيبالغ في المسألة. الجزء الثاني اللي هو علاقة أبناء الرئيس بالاقتصاد المصري وأصدقائهم وحصولهم على مكاسب كتيرة جدا. إذن أنا محتاج في الفترة دي وضوح تام، وضوح الرئيس القادم يجب أن يكون كل ما يمتلكه واضح للمواطن.
يعني يا ريت تطبق على الحكومه كلها مش بس الحكومه طبعا يعني كلها بس طبعا طبعا بس خلينا نبتدي بالاخطر لان اذا طبعا. كنا احنا الاتجاه كما هو يعني واضح ان يبقى النظام في مصر رئاسي مش برلماني او مختلط ما بين الاثنين يبقى الرئيس هنا فاعل بقوه في مجالات عديده وبالتالي يجب ان احنا نحجم من ظاهره اولاد الرئيس واخوات الرئيس واقارب الرئيس واصدقاء الرئيس. الجزء الثاني في المساله دي لابد ان يكون في عقوبه صارمه لمن يخفي جزء من ممتلكاته. يعني انا لو ترشحت للرئاسه كتبت في قرار الذمه الماليه وتركت شيء لي او لزوجتي او لاولادي يجب ان يكون هناك عقوبه رادعه، السجن 15 سنه، السجن 20 سنه، لانه قام بخداع الشعب بالكامل. وبالعكس اعتقد ان هي هتكون في صالح من ينوي الترشح ان هو يعلن عن كل اللي عنده بالضبط. في حين ان بعد كده حد قارن ما بين انا اتصور الاول ودلوقتي انا اتصور كمان ده هيمنع بعض المرشحين من الترشح لانه يخاف مثلا ان هو يقول لا انا حاصل على ممتلكات بشكل يعني ربما يكون اكثر من مما كانت تعطيه لي وظيفتي. الجزء الثاني المهم بقى ان احنا لابد ان يعلن المرشح عن كيفيه اموال التي تدعم حملته الانتخابيه. يعني انا النهارده دلوقتي بقول انا تكلفه حملتي الانتخابيه هتبقى 5 مليون جنيه. منين؟ من فلوسي الخاصه ولازم اقدم هنا اقرار الذمه الماليه اللي يقول ان انا املك 5 مليون جنيه. تبرعات يبقى لازم افتح حساب واضح ويتم التدقيق فيه عشان اتلقى وحتى المتبرع ما انا ممكن اجي من باب الخلفي وادي حضرتك فلوس واقول لك اتبرعي لي يبقى لازم فلوس حضرتك كمان المتبرع بيها تبقى واضحه وشفافه وبالتالي هنا ده يمنع الاموال الاجنبيه والاموال غير المصريه في دعم بعض المرشحين. احنا لدينا تخوف من دعم بعض الدول العربيه لبعض المرشحين صحيح. نتيجة بعض الاتجاهات الدينية ولدينا تخوف من دخول أموال غربية لدعم برضو بعض المرشحين. إذن هذا الباب يجب أن نقفله ونسده تماما. إقرار ذمة مالية وتمويل الحملة الدعائية للمترشحين لازم يكون ظاهر من البداية تماما. رئيس توافقي يعني إيه رئيس توافقي؟ يعني رئيس بدأنا نسمع المصطلح يعني ده بشكل كبير قوي مش فاهمين بصراحه هو جاي يعني رئيس مين اللي هيوافق عليه يعني رئيس تتوافق عليه كل القوى السياسيه الموجوده في المجتمع. انا اعتقد لو رئيس توافقي يبقى الفتره محدده ولمهام محدده. يعني احنا لما نبقى انا وحضرتك مختلفين سياسيا لكن نتوافق على واحد يبقى هذا الشخص لابد ان يجي لفتره محدوده ومهمته تبقى واضحه المعالم ومحدده. اذا كنا هنجيب رئيس توافقي يبقى ما فيش داعي ان احنا نعمل دستور دلوقتي ولا ياتي للرئيس التوافقي لمده سنه او سنتين. مهمته واحد اعداد دستور مدني يتوافق عليه الجميع او يحقق طموحات الشعب المصري. اثنين اعاده بناء المؤسسات المصريه زي مؤسسه الجيش مؤسسه الشرطه والداخلية زي المؤسسة بتاع القضاء لأن في كلام كتير حوالين تطهير القضاء. يعني ربما بعض القضاة يبالغون في المسألة في طلب التطهير وبعض الآخر يبالغ في مسألة أن القضاء لا يشوء شائبة. الحقيقة أن المسألة تحتاج إعادة نظر ورؤية مختلفة حوالين أن احنا لازم نكون شفافين في الفترة دي كلها. صحيح. مصطلح توافقي ده المفروض مصطلح مطمئن جدا يعني الناس هتكون يعني في كده انا اظن ان من الصعوبه في وفاق على الاختيار هذا الشخص اظن ان في الناس خايفه لان في صعوبه الناس حاسه ان لا ايه ده هو ممكن يبقى في صفقه ما بين عدد من الاحزاب او يعني في طبعا حضرتك سمعت اشاعات كتير. بص حضرتك انا اظن ان هناك صعوبه في الوصول الى رئيس توافقي لتباين المصالح ما بين الاتجاهات السياسيه في مصر. الاتجاه الاسلامي يختلف تماما عن اتجاه الثوار وغير يختلف تماما عن بعض الليبراليين وبالتالي الوصول الى رئيس توافقي ده تحتاج الى تنازلات ضخمه من بعض القوى السياسيه. هل ده هيتم ولا مش هيتم؟ انا ظني انه مش هيتم لان في بعض التيارات السياسيه الان يعني لديها اعتقاد ان الفرصه سانحه لاغتنام مصر. ايوه ومن هنا الوصول الى رئيس توافقي اعتقد انه صعب جدا. صعب يعني شيء غير محتمل اعتقد خلاص كمان بعد فتح باب الترشح يعني ظني ان صعب جدا ظني ان صعب. راي حضرتك ايه في تشكيل الاخوان او حزب الحريه والعداله عشان ما حدش يزعل لحكومه ائتلافيه؟
هو لو فكرة عموما ان مجلس الشعب او حزب الاغلبيه بقى زي ما شوفي زي ما هو حسب الاعلان الدستوري حكومة. ليس من حقه ان يشكل حكومه. هو من حقه ان يسحب الثقه من الحكومه، لكن تشكيل الحكومه ياتي من المجلس العسكري وفق الاعلان الدستوري. هو هيضغط عشان يشكل حكومه ائتلافيه، لكن هذه الحكومه الائتلافيه هتتشكل ازاي؟ هتشكل بنسب متساويه ولا يقول انا اشكلها بنفس نسب البرلمان؟ هنا الخطورة ان انا اشكلها بنفس نسب البرلمان. اذا انا عامل حكومة اخوانية سلفية، يعني لان النسبة في البرلمان الاخوان ثم التيار السلفي ثم بعض الاحزاب يعني زي الوفد زي الاحزاب الجديدة ممثلة بتمثيل ضعيف، اليسار ممثل بتمثيل ضعيف للغاية، شوية في حزب الكرامة وجزء في حزب التجمع لكن قليلين جدا. فتمثيلهم هيبقى في الحكومة، هل هيوافقوا ولا مش هيوافقوا؟ ايوه. ومن هنا يعني ما اعتقدش ان هتبقى في حكومه ائتلافيه، هتبقى في حكومه اسلاميه. طب اعذرني، البرلمان ده جهه رقابيه والحكومه جهه تنفيذيه. مظبوط. طب ما يجي البرلمان يشكل الحكومة. من يراقب الحكومه؟ بالظبط. وعشان كده الاعلان الدستوري قال لك مش حزب الاغلبيه هو اللي يشكل البرلمان، اللي يشكل الحكومه، اللي يشكل الحكومه المجلس العسكري. لكن الاخوان لو حابين يوقفوا اي تشكيل يعمله المجلس العسكري يعمله، لانه معهم الاغلبيه اللي تسحب الثقه من اي حكومه، وبالتالي ممكن ندخل في ازمه سياسيه. الاخوان انا اعتقد ان هم مش جادين في مساله ان هم يعملوا حكومه، لان الوقت ضيق جدا بالنسبه لانتخابات الرئاسه. انا النهارده لو سحبت الثقه من حكومه الدكتور الجنزوري، ايوه، طب هشكل الحكومه لمده كام؟ لمده شهرين، ثم ياتي الرئيس ليشكل حكومه اخرى. هل تستطيع الحكومه في شهرين انها تصل الى حلول لبعض المشاكل؟ ما ظنيش. في صالح الحريه والعداله ولا ضدهم ان هم يشكلوا حكومه؟ ضدهم، لان هيبقى ليهم اولا مطالبين بحل سريع لبعض المشاكل الاقتصاديه، ودي مشاكل تحل على المدى البعيد. اتنين، هيبقوا مطالبين بمواقف محدده، زي مثلا موقفهم من مبادره السلام، مبادره او كامب ديفيد او اتفاقيه كامب ديفيد، زي موقفهم من المعونه. ودي مسائل اعتقد ان الاخوان مش هيكون لديهم القدره الان لاتخاذ مواقف صارمه او حاسمه من هذه القضايا، لان هم بيبعتوا رسائل تطمينات الى الخارج. طب هل هيخسر الداخل ويكسب الخارج، ولا يكسب الخارج ولا يكسب الداخل ويخسر الخارج؟ هنا المعادله انا اعتقد ان هم مش هيشكلوا حكومه. في الفترة الأخيرة طبعا كلنا سمعنا على الهجوم الكبير جدا اللي كان ضد منظمات المجتمع المدني في مصر والتمويل اللي بتستقبله، وكنا بنسمع على منظمات أكترها يعني غربية أمريكية، وفجأة وأخيرا ابتدينا نقرأ على صفحات الجرايد ناس كتيرة جدا بتتهم أحزاب التيار الإسلامي في مصر إن هو بيحصل على تمويل أجنبي. بيحصل ولا تدرب في هذه المنظمات؟ والله يا حضرتك أدرى، واضح ان في حاجات كتيره اتقالت موجوده في مصر من سنين. والمنظمات دي تعمل في مصر من فتره ما قبل سقوط نظام مبارك، واستمرت طوال عام كامل. السؤال لماذا تذكروها الان؟ يعني غير وكمان لماذا تذكروها الان، ولماذا فقط الاجنبيه اللي احنا بنتكلم فيها هنا على الامريكيه، مش بنتكلم على العربيه؟ لا، هو ربما لان دي اللي كانت فاعله في بعض الاحداث، فانا هنا بحقق فيما قامت به هذه المنظمات. لكن اذا طبقنا نظام ان المنظمات دي دخلت بطريقه غير شرعيه، فيجب ان نطبقها على الجميع. لكن ده ما ينفيش ان منظمات حقوق الانسان لعبت دور مهم جدا 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 في دعم الثوره في مصر. الاثنين، نترك جهات التحقيق تحقق بشفافيه وتعلن جميع النتائج على الشعب المصري. المواطن المصري يجب ان يعرف ماذا فعلت هذه المنظمات وماذا قامت به من ابار. هل هي مدانه فنقف جميعا وراء الجهات التي قدمتها للمحاكمة، أم إن هي بريئة فيجب أن نعلن ذلك على الجميع؟ نتكلم على أنهي منظمات؟ أي منظمات؟ هم دلوقتي المتهمين إيه؟ المنظمات الأمريكية، التيار الإسلامي؟ بما فيهم التيار الإسلامي. لو التيار الإسلامي حصل على أموال من بعض الدول العربية، فيجب أن تحال إلى المحاكمة فورا، إلى التحقيق، إلى جهات التحقيق. وإذا ثبت أنها تلقت هذه الأموال بطريقة غير مشروعة أو دخلت بدون علم وزارة التضامن الاجتماعي، فيجب أن تحال إلى المحاكمة
مثلها مثل المنظمات الغربية والأمريكية. وحنعرف ده قبل فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسة ولا بعد بسنة؟ ده المسألة اللي حضرتك بتقوليها دي مسألة خطيرة، لأن هذه المنظمات قد تكون تلقت، أو الجمعيات مش منظمات، لأنها تلقت أموال ثم تدعم بعد المرشحين. من هنا خطورة هذه المسألة التي يجب أن نصل لها إلى معلومات حقيقية قبل الانتخابات. برلمان الثورة زي ما بيسموه برلمان الثورة، هل فعلا بيمثل ثورة 25 يناير؟ برلمان بعد الثورة مش برلمان الثورة، ده الأدق، لأنه هو لا يمثل الثورة. البرلمان الذي يمثل الثورة لابد أن يكون يمثل جميع التيارات بنسب متساوية، وإن لم تكن متساوية يبقى بنسب معقولة، وإن جميع التيارات تبقى ممثلة فيه بشكل واضح. جميع التيارات ولا شباب الثورة؟ جميع التيارات، ما هو شباب الثورة مش مجموعة واحدة. ما انت هتلاقي مثلا انتماءاتهم مختلفة، هتلاقي منهم الاشتراكيين، هتلاقي منهم الليبراليين، فاذا يعني التيارات ويمثل فيها الشباب. الاهم ما هي الافكار التي تطرح داخل البرلمان، يعني بغض النظر هل هي اي افكار يعني موازية لافكار الثورة ولا افكار بعيدة عن افكار الثورة. عشان كده مصطلح برلمان الثورة غير دقيق، او مصطلح برلمان بعد الثورة امر واقع خلاص موجود، هينجح ولا لا؟ انا ظني انه مش هينجح، ظني انه مش هينجح، لانه هيرتبط بمصالح مجموعه محدده وحزب محدد او مجموعه احزاب محدده. تعتقد هيستمر قد ايه؟ اعتقد ان هو مش هيستمر اكتر من سنه، واعتقد ان هيبقى في صدام ما بينه ما بين الرئيس اذا لم يكن من نفس التيار، واذا جاء من نفس التيار فهذه كارثه، معناها ان نفس الجهه التي ستكون الرئيس هي التي تشكل الحكومة هي نفس التي ستكون رقيبة عليها، وهنا تبقى مشكلة ضخمة بالنسبة للمستقبل المصري. تكلمنا في الفترة اللي فاتت كتير جدا عن التمويل الأجنبي اللي بيدخل مصر بالنسبة للفلوس والأموال الكثيرة جدا المصرية اللي تهربت برا مصر. ما احنا نسيناها بعد الثورة ولا ايه؟ لا، في صعوبة في استردادها. طالبنا باستردادها يعني على الاقل في منظمات اموال النظام السابق ولا الحزب الوطني ولا بصي على الاقل والوزراء طالبنا بيهم. اقول لك احنا طالبنا، وفي منظمات اهليه بتشتغل في هذا الامر، لكن في صعوبه في اثباتها. ايوه، الاموال دي غالبا تم غسلها بشكل يعني يصعب معه تتبعها، وفي محامين اجانب وجهاء وشركات اجنبيه متخصصه في هذه المسائل، انها تاخد اموالي تدوبها في وتغسلها في مشروعات عديده جدا بحيث يصعب تماما تتبعها. ما فيش حد بيحط امواله باسمه في بنوك واضحه، والا يبقى يعني شخص يعني واثق جدا انه ما كانش النظام هيسقط او وانه هيستخدمها بشكل يعني علني، واعتقد ان ده صعب جدا. الاموال الموجوده داخل مصر، البنك المركزي سمعنا عليها الفتره اللي فاتت، والله البنك المركزي طلع نفي للمساله دي، لكن اذا ثبتت يبقى لازم رئيس البنك المركزي نفسه يعاقب، لازم يروح لجهات التحقيق. هو ممكن يبقى في شك من بيان يخرج عن البنك المركزي؟ انا استصعب ده، لان حتى يعني وده يعني افتراض انا بقوله كافتراض، انا لو في هذا موجود انا اقدر استف الورق وارتبه، لكن انا ما اعتقدش ان بصي حضرتك الحاجات غير المشروعه لازم تكون خارج مصر، الاموال غير المشروعه مش ممكن تستثمر في مصر. يعني ساعات الثقه ممكن تعمل يعني حاجات كتير، مش هنقدر ناكد قوي. هتبقى صعبه لان الافضل ان هو يعني الاسهل لي ان استثمرها بره. صحيح. استاذ اسامه سلامه رئيس تحرير مجله روزا اليوسف، بشكرك جدا على وجودك معانا النهارده. متشكر جدا. مشاهدينا استنوا لسه معانا فقرات كتير في نهارك سعيد.